التدبيرية سواء على مستوى تأمين امتحانات التبكرية والتحضير لها تربويا وبيداغوجيا وإداريا، وكذلك على مستوى إعداد وتنزيل البروتوكول الصحي المعمول به على الصعيد الوطني، وهو بروتوكول صحي لجأت إليه الوزارة والمديرية طبعا تنزله من أجل ضمان طبعا مرور هذه الامتحانات وتمرير هذه الامتحانات في أجواء سليمة وفي جو من الطمأنينة. ومنذ البداية فأنا طبعا أطمئن الجميع، أسرا وتلاميذ وكذلك جميع المتتبعين للشأن التربوي والتعليمي على المستوى الإقليمي، بأن الإقليم العرائش إن شاء الله ستمر في هذه الامتحانات في ظروف جيدة بالنظر للاستعدادات والمجموع من البروتوكولات التي تم وضعها سواء الإجراءات الإدارية وكذلك البروتوكول الصحي، وسنخوض في ذلك بالتفصيل والمجموعة من المراحل، لأن الوزارة طبعا حريصة أشد الحرص على ضمان سلامة المترشحات والمترشحين وسلامة الأطر التربوية والإدارية وجميع المتدخلين في هذه المحطة الامتحانية بما يكفلوا طبعا لشهادة البكالوريا طبعا خصوصيتها وكذلك مصداقيتها على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي، وكذلك مرور الامتحانات يضمن كذلك هو رهان كما تعلمون، وهو انتظار توليه الأسر بالغ الأثر وما يصاحبه طبعا من رفع للدعم النفسي للمترشحات والمترشحين حتى يتمكنون من اجتياز هذه الامتحانات في ظروف وفي أريحية طبعا جيدة. فامتحانات البكالوريا هذه السنة غادي نحاول طبعا نقرب لكم نوعا ما من مختلف الإجراءات والمعطيات المرتبطة بتدبير هذه الامتحانات، فسنركز على المواعيد والإجراء لامتحانات البكالوريا يوليوز 2020، كذلك معطيات إحصائية مراكز كذلك امتحان، إجراءات تأمين امتحانات البكالوريا لدورة يوليوز، كذلك الإجراءات الوقائية. بالنسبة للمواعيد إجراءات امتحانات البكالوريا كما تتبعتم في مختلف المنتديات وكذلك في مختلف الآليات التي تتيح هذه العملية، فالدورة العادية الامتحان الجهوي الموحد لإحرار جميع الشعب سيكون يوم 1 و2 يوليوز، الامتحان الوطني الموحد قطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل 3 و4 يوليوز، الامتحان الوطني الموحد القطب العلمي والتقني والمهني 6 و7 و8 يوليوز، ثم الأشغال التطبيقية بالنسبة للأحرار 9 و10 يوليوز، والإعلام عن النتائج سيكون يوم 15 يوليوز إن شاء الله بالنسبة للدورة العادية. بالنسبة للدورة الاستدراكية سينطلق الامتحان الجهوي الموحد للأحرار يومي 20 و21 يوليوز، ثم الامتحان الوطني الموحد بالنسبة لجميع الشعب، لأننا نلاحظ أن إذا كانت الدورة العادية تمر وفق معطى ديال توزيع المترشحين حسب قطبين، قطب الآداب والعلوم والتعليم الأصيل والقطب العلمي والتكنولوجي والمهني، فبالنسبة للدورة الاستدراكية ستكون أيام 22 و23 الامتحان موعد الامتحان الوطني الموحد بالنسبة لجميع الشعب. الأشغال التطبيقية للأحرار دائما في الدورة الاستدراكية 25 يوليوز 2020، ليسدل طبعا السيطار على امتحانات البكالوريا بإعلان نتائج الدورة الاستدراكية يوم 29 يوليوز بحول الله. بالنسبة للمعطيات الإحصائية بالنسبة لعدد المترشحين على مستوى المديرية فهناك مجموعه 4873 مترشحة ومترشح، يوزعون 4873 مترشح ومترشحة موزعين بالشكل التالي: 3071 مترشح ومترشح مترشحة ومترشح بالنسبة للتعليم المدرسي العمومي، وهو ما يمثل 63% من مجموع المترشحين على الصعيد إقليم العرائش. بالنسبة للمترشحين الأحرار 1605 مترشحة ومترشح بما يعادل 33% من المجموع العام للمترشحات والمترشحين، في حين أن التعليم الخصوصي
عندنا 197 مترشحة ومترشح يمثلنا 4% من مجموع المترشحين. بالنسبة لتوزيع المترشحين الأحرار حسب الشعب أمامكم الآن مجموعة ديال الشعب تقريبا التي تقدم فيها المترشحون الأحرار، ومجموعه كما قلنا 1605 موزعين على مختلف الشعب والمساليك الدراسية. بالنسبة للمترشحين المدرسين حسب المساليك عندنا مجموع العام 3268 مترشح ومترشحة، أي التعليم العمومي زائد التعليم الخصوصي، أي المترشحين المدرسين سواء كانوا بالتعليم العمومي أو بالتعليم المدارس التعليم المستوى التعليم المدرسي الخصوصي. بالنسبة لمراكز الامتحان، مراكز الامتحان هذه السنة إن شاء الله كاينة عندنا مجموعه 20 مركزا للامتحان، ضمنه قاعة مغطاة بالقصر الكبير قاعة الصادق الشاوي المغطاة، وبالتالي فمجموع القاعات اللي طبعا سيكون تأوي هذه المترشحات والمترشحين عندنا 509 طبعا قاعات امتحان. إجراءات تأمين امتحانات البكالوريا، وهذا هو طبعا الجديد، لأن بالإضافة إلى تأمين سلامة كذلك المواضيع وتأمين الامتحان وما يعطيه أكثر مصداقية، فهذه السنة مع الظرفية التي نجتازها ولله الحمد هي ظرفية تمت فيها مجموعة من الانفراجات، وكاين وضع طبعا كما تتبعوا أن الوضع مستقر بمجموع ربوع المملكة ومنها إقليم العرائش. فهذه السنة بالإضافة للإجراءات الإدارية والبيداغوجية والتربوية التي تهم مصداقية امتحانات البكالوريا والتي طبعا فيها مجموعة من الإجراءات منها محاربة مختلف أشكال الغش، ضبط العمليات الامتحانية كما هو منصوص عليه في طبعا في الدليل ديال المساطر الصادر في هذا المعنى اللي كان يضم طبعا امتحانات البكالوريا، فهناك بروتوكول أو إجراءات تأمينية لتأمين سلامة وصحة المترشحات والمترشحين، وهذه طبعا كيدخل في فلسفة المملكة المغربية التي وضعت طبعا صحة المواطنين فوق كل اعتبار، وضمنهم طبعا صحة المترشحات والمترشحين وسلامتهم، وكذلك صحة وسلامة مختلف المتدخلين خاصة الأطر التربوية والأطر الإدارية التي بالمناسبة أغتنم الفرصة لأشد على أيديهم بحرارة وأنويها بالمجهودات وبالانخراط ديال الكبير في إنجاح هذه المحطة كما عودنا في عدة محطات بيداغوجية كانت كذلك مفتاحية على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الإقليمي. فمحاور الإجراءات المرتبطة بهذا الامتحان في الجانب ديال السلامة والصحة للمترشحين مختلف المتدخلين في العملية الامتحانية، فهناك أول كمك محور ديال التعقيم ونقصد به كذلك تعقيم مراكز الإجراء ومقر المديرية وأسطر نقل مواضيع الامتحانات، وهذه العملية هي تنسحب طبعا على مختلف المراحل والقنوات وكذلك العمليات التي تتم انطلاقا من الأكاديمية إلى مقر المديرية إلى مقر إجراء الامتحانات اللي هي مراكز الامتحانات، فهناك واحد البروتوكول صحي دقيق طبعا بتنسيق، وأشكر كذلك السلطات المحلية بتنسيق قوي ولصيق مع السلطات المحلية والسلطات الإقليمية كما قلت، وكذلك السلطات الصحية باعتبار أننا نجتاز هذه الامتحانات في ظروف خاصة. هناك المحور الثاني أو الجانب الثاني وهو المتعلق بالسلامة وتأمين سلامة المترشحات والمترشحين وجميع المتدخلين في هذه المحطة الإشهادية الهامة كما قلت التي تحظى باهتمام وتتبع للرأي العام وللأسر وكذلك لمصداقية البلاد في هذا الجانب. الجانب الدعم الاجتماعي وهو ما يتعلق فيه بتدبير خدمة الإيواء والتنقل للإطعام المدرسي خاصة بالنسبة للتلميذات والتلاميذ المنحرفين المنحدرين من الوسط القروي، وفي هذا المجال للتوضيح أكثر فطبعا المديرية بتنسيق مع السلطات الإقليمية ومع كذلك السلطات المحلية على مستوى الدوائر عقدت سلسلة من الاجتماعات منذ شهر ماي، ونحن في سلسلة من الاجتماعات توجت كذلك بلقاءات بين رؤساء المراكز المعنية التي تستقبل وتستقطب هذه الفئة من المترشحات والمترشحين الذين يقطنون بعيدا
عن مراكز الامتحان من أجل وضع واحد الآلية دقيقة لنقل موافق ظروف وشروط صحية على مستوى النقل المدرسي لا يتعدى العدد 10 بعد تعقيم طبعا الحافلات إلى غير ذلك. والسلطات طبعا وضعت هذا الإجراء وإحنا في تتبع معهم وستمر إن شاء الله العملية في أحسن الظروف. بالنسبة لتلميذات التلاميذ الذي اللواتي والذين سيكونون طبعا نزلاء الأقسام الداخلية فعددهم قليل جدا، نجد مثلا بعض المراكز أو بعض الداخليات اللي الطاقة الاستيعابية فيها أكثر من 240 طاقة، ولكن في هذه المحطة الامتحانية كنوجد بأن الفئة المستهدفة لا تتعدى 15 تلميذ، إذن كل تلميذ غادي يخضع كذلك للعمليات الوقائية كما هو معمول بها من خلال التعقيم وتعقيم الأسطح، تعقيم اليدين، تعقيم الأرجل، الكمامات حتى بالنسبة للداخلين، وكذلك تعقيم هذا الفضاء باستمرار وضمان تباعد المكاني بين هؤلاء النزلاء ديال الضوء ديال الأقسام الداخلية وتدبيرها بشكل دقيق فيكونون إن شاء الله في أمن وأمان. التتبع والإشراف كذلك يتضمن هذا الجانب، تتبع والإشراف على جميع العمليات الإجرائية للامتحان من حراسة من مراقبة من المراقبة والحراسة والتصحيح. كذلك هناك محور ثاني أو المجال الخامس عفوا فهذا الإجراءات ويتعلق بالتحكم في تدفق المرتفقين أيام الإجراء بمحيط المراكز ديال التصحيح وكذلك المراكز ديال الامتحان حتى نتجنب ديك العملية ديال الاكتظاظ. وهنا اتخذت مجموعة ديال الإجراءات لعلى مستوى ولوج المترشحات بحوالي 45 دقيقة المركز الامتحان قبل حتى نتجنب عملية التجمع في الباب. وكذلك هناك واحد شوير دقيق داخل المؤسسة التعليمية وهناك واحد العدة صحية التي وضعت رهن إشارة طبعا المراكز الامتحان ونتتبعها شخصيا. وهناك تتبع كذلك للسيد العامل مشكورا على الدعم ديالو القوي لهذه المحطة الامتحانية والشأن التعليمي بصفة عامة داخل الإقليم مما خلف ارتياحا كبيرا بين صفوف الأسر والمتتبعين وكذلك بين صفوف العاملين في هذا القطاع. بالنسبة للأولويات الإجراءات الوقائية والتنظيمية والتدبيرية، كما تعلمون فتنظيم الامتحانات البكالوريا تم إقراره هذه السنة بأن تنظيم الامتحانات البكالوريا سيكون تنظيما حضوريا. إذن هذا بعد أهم الأولويات أن هناك غادي تتم هذه العملية على المستوى الحضوري. وفي هذا المجال وفي هذا الشق هناك مواصلة تفعيل الاستمرارية البيدوغوجية وتبعتها في عملية عبر عملية التعليم عن بعد والتي كانت طبعا فيها الأكاديمية وعلى الصعيد الوطني كذلك كان فيها واحد التمييز كان واحد الاستباقية ومديرية العرائش كذلك ساهمت بقوة. وكنشكر من هذا المحطة ومن هذا المنبر كذلك السيدات والسادة الأستاذات والسادة المفتشين والسادة المديرين والأطقم الإدارية العاملة بالمديرية على إنجاح المحطة مما جعلنا طبعا نشعر بارتياح قوي وكبير في هذا المجال ديال الاستمرارية البيداغوجية والتدبيرية وخاصة الاستهداف كان أساسا على الامتحانات الإشهادية رغم أن العملية شملت جميع المستويات وجميع كذلك الأسلحة. إصدار إطار مرجعي كما عرفتم حدد الدروس التي سيمتحن فيها المترشحون وهي طبعا مرجعية وطنية تم تنزيلها كذلك على المستوى الإقليمي. هناك استثمار الموارد الرقمية المتاحة في عملية الدعم التربوي وعملية الدعم التربوي لازالت متواصلة خاصة بالنسبة لتلاميذ الامتحانات الإشهادية وأقول وأخص بالذكر طبعا امتحانات البكالوريا والسنة الأولى للامتحان الجهوي اللي غادي يكون إن شاء الله في الشتاء السنة الأولى بكالوريا. كاين هناك التحكم كذلك في تدفق المرتفقين أيام الإجراء بمحيط مراكز الامتحان والتصحيح وهذا طبعا بتنظيم تنسيقي قوي وفق واحد المخطط الدقيق مبثقة بعد عن سلسلة من الاجتماعات الأمنية مع السلطات الأمنية تحت الرئاسة الفعلية للسيد عامل الإقليم. توزيع الشعاب حسب الأقطاب كما قلنا هذه السنة وهذا من الفرادة وهذا كذلك من الحكمة والحكمة التدبيرية لهذه المحطة الامتحانية أننا في الوقت الذي كنا نجتاز فيه امتحانات على مستوى مركز من المراكز ب 54 حتى 55 أحيانا في حالة المؤسسات الكبرى 50 قاعة فيها تقريبا 20 مترشح سابق، أصبحنا الآن أمام أقطاب
وأمام كذلك تقليص في عدد المترشحين على مستوى كل قاعة. ما كاينش قاعة الامتحان اللي كتجاوز طبعا 10 تلاميذ أو 10 مترشحين أو مترشحات. هذا بالإضافة لتقليص العدد. فلوكلي كان كما قلت أن مركز معين ناخذ على سبيل المثال ثانوية سمولي محمد بن عبد الله على مستوى العرائش أو ثانوية المحمدية على مستوى القصر الكبير. فكنا في الأيام العادية في السنوات الماضية كنا كيجدد المترشحين حتى الحدود 900 مترشح. الآن ما غاديش يتعدى العدد 200 مترشح. أول كاين تباعد، كاين تباعد على مستوى الفضاءات ديال المؤسسة، على مستوى مداخل المؤسسة، وكذلك كاين تباعد على مستوى الأقسام أو على مستوى الحجرات الدراسية المختصة للامتحانات أو قاعات الامتحان. إذا بالنسبة لقطب الأدب والعلوم الإنسانية والأصيل والتعليم الأصيل، فيه مسالك العلوم الشرعية، مسالك الأدب، مسالك كذلك العلوم الإنسانية، 2278 مترشح ومترشح. غير باش نوضح أكثر، فمثلا إذا كان الامتحان ديال قطب الأدب سينطلق يومين أو سينطلق يوم 3 و 4 يوليوز، فثلاثة وأربعة يوليوز على مستوى الإقليم ككل في 20 مركز غتكون عندنا 2278. إذن تخفيف واضح. الشروط ديال التنزيل البروتوكول الصحي سيكون أكثر ملائمة وموائمة لهذا الوضع. إذن فنحن في وضعية مريحة بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني. شعب العلوم التجريبية، العلوم الرياضية، العلوم الاقتصادية، مسلكي العلوم التقنية والميكانيكية والكهربائية، المسالك المهنية، شعبة الفنون التطبيقية، هادو غادي يكونوا عندنا في 6, 7, و 8 يوليوز، غادي يكون فيها 2595 مترشحة ومترشحة. في اعتقادي إن لم أكن جازما، فالشروط ديال التنزيل ديال المخطط الصحي ولا ديال البروتوكول الصحي ستكون له الشروط الموضوعية واللازمة. والوزارة كذلك انتبهت لهذه العملية، وبعد دراسة وتمحيص تم تنزيل هذه الإجراءات لتقسيم طبعا المترشحين إلى أقطاب ولتخفيض كذلك على مستوى قاعات الإجراء. البروتوكول الصحي وهنا طبعا الإجراء الجديد طبعا اللي ناقشناه واللي كنناقشوه جميعا، وهو كيرتبط بالإجراءات الوقائية. فالإجراءات الوقائية غادي يكون تعقيم الفضاءات والتجهيزات وأماكن التخزين قبل انطلاق الأشغال وقبل مواصلتها خلال الفترة الزوالية. إذن الأسطح، تعقيم ديال الأسطح كبروتوكول صحي غادي يكون قبل إجراء العملية الامتحانية ومباشرة كذلك بعد خروج المترشحات وانتهاء الحصة ديال اليومية، مما كيسمح بأننا كننزلوا جميع الاحتياطات الاحترازية ولتحصيل طبعا الوضع الصحي بهذه المراكز. كذلك بالإضافة لتعقيم الأسطح كما ربما سبقت الإشارة إلى ذلك، هناك واحد البروتوكول أن التلميذ عند ولوجه الباب، وغادي نرجعوا لهذه العملية، الباب ديال المركز كيف تعقيم الأرجل. كذلك هناك الجانب ديال الكمامة، كتعطى الكمامة، كاين تعقيم اليدين، ومباشرة كاين واحد شوير واحد الممرات خاصة لتوزيع حتى دوك المترشحين. مثلا عندنا 100 في بعض المراكز كيتوزعوا احيانا 30 ولا 50 حسب الممرات اللي كتأدي بهم القاعات تجنبا لاي تماس واي اكتضاض واي ازدحام في اي ممر من الممرات. وكيدخل كذلك القاعة المترشح، وكيوجد كذلك هناك معقمة الايدي، كيوجد كذلك فضاء معقم، وبالتالي فكيكون حمل حتى مرتدي الكمامة ديال الوقائية، وكذلك حتى دوك لي ماسك لي دارو دوك لي فيزيار كذلك وضعناهم رحنا إشارتي. تحذير أوراق جميع الأوراق والوثائق يوما على الأقل قبل تسليمها مع جميعها في أغلفة مقاومة السوائل، هذا على مستوى كذلك المواضيع ديال الامتحانات. تعقيم العربات المخصصة لنقل الوثائق والمواضيع مباشرة قبل كل عملية، لأن حتى العربة يمكن لا تكون أنريسك، لأن العربة مباشرة من الأكاديمية كتكون خضعات للتعقيم، ولكن قبل ذلك قبل وصولها للأكاديمية كتكون طاقت من المديرية، قبل انطلاقها من المديرية كتخضع لواحد العملية تعقيم دقيق، ثم كيتم نقل المواضيع، وأنا ذاك كتخضع كذلك التعقيم في
في الأكاديمية وبعد خروجها من الأكاديمية وعند وصولك كتفعل التعقيم، ثم عند توزيع المواضيع في اليوم وفي الوقت المحدد لتوزيع المواضيع اللي كيكون في الصباح لما مادة بمادة، فأنا ذاك كذلك كتفعل التعقيم قبل وصولها للمركز، وهكذا كنكون قد ضمننا بواحد الشكل كبير وحصلنا كذلك هذه المواضيع والنقل ديال المواضيع بواحد الشكل سليم وصحيح. تعقيم العربات كما قلنا، كنا ايضا اعتماد القاعه المغطاه للالعاب كمركز الامتحان، وهذا فيه توسيع للفضاء، لان لا شفتوا مثلا القاعه المعتمده على مستوى القصر الكبير هي تتسع لاكثر من 400 شخص ك الا بغينا نديروا فيها مترشح، ولكن حنا غادي ندنا في القطب الادبي عندنا 104 و104 في واحد الفضاء اللي كيخص 400، تباعد كبير جدا، تعقيم متوفر لان كتخضع القاعه لشروط كذلك صحيه وديال السلامه الصحيه احيانا اكثر حتى من القاعه، لان القاعه كتكون صغيره كيسهل لنا ولكن كنعطيو الجهود اكثر لهذه القاعات المغطاه. الاقتصار على 10 مترشحين داخل كل قاعه، كذلك كيسهل العمليه ديال التباعد، تأمين تباعد المكاني بين المتدخلين وتوفير آليات تنظيم وتشوير لازمة لذلك، المسارات محددة وكلها فيها محطات للتعقيم. هذه الإجراءات الوقائية إذا فصلناها نفصلها على الشكل التالي، نعطينا أن هناك تعقيم هناك إلى غير ذلك، ولكن في تفصيلها هناك تعقيم بالفضاءات والقاعات على فترتين بوسط الأسطح معقمة الأسطح، تعقيم أسطح التماس لأن فيه كيكون دوك المسائل خاصة التقوفات دوك المقابض اللي كيخضعوا بواحد الشكل مستديم للتعقيم من طرف المسؤولين على هذه العملية، وللإشارة فقط وللتوضيح ولتعميق كذلك الرؤية لدى الحضور الكريم، أننا دعمنا جميع مراكز الامتحان بأطقم اللي غتسهر على هذه العملية التنظيف وعلى هذه العملية ديال البروتوكول الصحي بشكل كيضمن، لان كتكون بعض الفضاءات كبيره وبالتالي فما نكتفيوش مثلا على جوج ولا ثلاثه الناس، فغادي يكون واحد الطاقم منظم كذلك وكيخضع للتباعد وكيخضع للعمليه ديال الاجراء ديال التعقيمات بشكل مستديم. راه بالنسبه لهاد لي بواني على راس كل جوج دقائق ثلاثه دقائق اربعه دقائق حسب الحجم كنخضعوها للتعقيم مستديم. تعقيم اليدين، تعقيم اليدين عند استقبال التلاميذ والأطر وتوفير معقمات بشكل كافي داخل الأقسام وكتابة الامتحان. الكمامات، توفير الكمامات بمعدل 2 لكل شخص يوميا وإلزام المترشحين المتدخلين بوضعها، بالإضافة دابا زدنا تدوك الواقيات الشفافة اللي هي دي فيزيار، وبالتالي فالتلميذ ما يمكنناش نعطيه الكمامة اللي كتعرفوا حتى داك المدة اللي ربما كتبقى الصلاحية ديال هذه الكمامه محدد تقريبا في 4 ولا 5 ولا 6 ساعات حسب اختلافات ديال الكمامات، ولكن حنا الكمامات اللي جبناها هي كمامات كتخضع للمعايير الصحيه والسلامه ومصادقه عليها من طرف السلطات الصحيه، والمترشح غادي ياخذ جوج وكذلك المتدخل غادي ياخذ جوج، يعني وحده في كل مرحله. فاش يجي التلميذ كيدخل راه عنده امتحانات فيها ابعد تقدير 3 سوايع حتى 4 سوايع الى افترضنا، اذا في المساء عنده حصه كذلك كنعطيو كمامه في الوقت ديالها المناسب. الواقيات الشفافه، كذلك توفير الواقيات الشفافه للاطر الاداريه والتربويه، والان تم تعميمها كذلك على التلميذات والتلاميذ على جميع المترشحات والمترشحين. السجاد ديال التعقيم داك لو طابي ديال ديزانفيكتون، هو تم وضع السجاد ديال التعقيم حسب الخصوصيه ديال كل مؤسسه، كاين مؤسسه اللي فيها 4 كاين اللي فيها 3 كاين حسب الحجم وحسب المداخل وحسب ما تقتضيه الوضعيه. هناك كذلك محراب الإشعاع، قياس حرارة الأطر الإدارية والتربوية واستبعاد الحالات الغير عادية. هذا بالنسبة للمواد والتجهيزات المتوفرة لدى المديرية. المديرية شأن وشأن بقية المديريات على المستوى الجهوي طرقت هذه العملية بشكل استباقي منذ تقريبا أكثر من شهر، وحنا كنتوفروا على هذا المخزون واللي كذلك خضع لواحد المواصفات عالية ودقيقة وصحية في استشارة طبعا، لأن هذا البروتوكول الصحي مهما طبعا أحطناه بإجراءات تدبيرية على مستوى المديرية فكيخضع لواحد المصادقة من طرف السلطات الأمنية السلطات الصحية والسلطات المعنية بهذه العملية. كذلك بالنسبة لتعقيم الفضاءات معقم الأسطح عندنا تقريبا
6000 لتر كافية طبعا، وبعد هذا المعقم ديال الأسطوحة فقط للإشارة، فالمعقم تاع المعقم كندير له غير 1 لتر في 100 إيترو ديال الماء، وباش كيعطي الجميع كيغطي الفضاءات وكيكون في قوة كبيرة. إذن حتى على مستوى الجودة تمت موافاة أو تم اقتناء مواد اللي كتستجب المعايير ديال السلامة والصحة ديال المترشحات والمترشحين وجميع المتضحين في العملية الامتحانية. كاين البخاخ ديال 16 لتر 30 وحدة، بخاخ آلي وحدة، هذا البخاخ آلي هذا خاصة المراكز ديال بالنسبة للأوراق، وهذا خاص واحد الآلة اللي هي طبعا كتعطي ديزانفيكسيون خاصة بالنسبة للأوراق لأن فيها كتكون أكثر خطورة. معقم اليدين 600 لتر، وطبعا هذا عاد كذلك عندنا بشكل إضافي كبير. بخاخ 2 لتر طبعا 120 ديال نصف لتر طبعا 120 وحدة، والقفازات 10000 للمتدخلين اللي كيكونوا في التماس مع الأوراق ومجموعة من الوثائق طبعا لحمايتها. الكمامات، بالنسبة للكمامات لهاد الواقيات فطبعا اقتنينا 50000 كمامة، وهي كافية بشكل كبير، لأن المترشحين عندنا 4873 إلا ضربتيها بجوج فاش كتعطي، وكاينين الأطور كاين إلى غادي نبقاو كيبقى واحد الاحتياطي لأي طارئ باش كنكون عندنا واحد العدد كافي. واقية الشفافة هذه تقريبا حنا وجدنا 5000 شفافة، ولكن مؤخرا من البارحة قبل البارحة توصلنا كذلك من الأكاديمية بواحد العدد كافي يغطي جميع التلاميذ، وعندنا واحد العدد أكثر مما هو كذلك مرتقب. السجاد ديال التعقيم 80 وحدة، وهي كافية حسب طبعا كما قلت كتوزع بمعيار عدد التلاميذ وعدد كذلك المرتفقين. محرار ديال الأشعة وجدنا 20 وضفنا 20، الآن عندنا 40، هذا كذلك من يتمي تحينه، إذا عندنا 40 محرار بمعدل محرارين أو آلتين للقياس لكل مركز على حدة. فقط غير للإشارة كذلك، فالمديرية وضعت واحد الحملة كذلك في إطار الحملة التواصلية حول هذا المخطط، ولا سمحتوا لي طلعوا عليه كذلك حول هذا، وكان إنتاج ديال المديرية اللي هو في واحد المستوى. أعزائي تلاميذ سنة ثانية بكالوريا، أكيد أنكم غاقين تقدير مع تلاميذ أعزاء. أنا جيت اليوم باش نطمنكم ونشرح لكم شنو هي إجراءات السلامة اللي اتخذتها المديرية للحفاظ على سلامة المترشحين والقرون. أولاً، كتعمل المديرية على التعقيم المصطنع لجميع المراقب مواد خاصة بمحافظة البيضاء. ثانياً، وضعت المديرية سلسلة من الإجراءات واللي خصنا نلتزموا بها ونكونوا متعاونين مع الأطقم الإدارية والأمنية اللي غتسهر على سلامتنا. أولاً، مجرد دخول ديالنا المؤسسة غيستقبلنا مكلف بتعقيم اليدين بمواد معقمة. ثانياً، غيتم تسليمنا كمامة خصنا نرتديها في الحين بالشكل الصحيح. ثالثاً، القوا قدامنا ممر على الأرض يحتوي على سائل معقم الأقدام، لازم نمرو منه باش نعقمو الأحذية ديالنا، وهكا غنكونو سدينا الباب على أي إمكانية لانتقال العدوى. وما تنساوش أن الفضاء اللي حنا متواجدين فيه هو فضاء معقم، إذن حنا في أمان تام بإذن الله. ولكن خصنا نلتزمو بإجراءات التباعد في الساحة والممرات. واخا اكيد اشتقنا لاصدقائنا، لكن المصافحه كتبقى ممنوعه، وخصنا نخليو المسافه اللازمه بيناتنا. داخل القاعات العدد المترشحين ما غيتجاوزش 10 تلاميذ، وغتكون بيناتهم على الاقل مسافه متر ونصف، كما ان القاعات غتكون مزوده بمعقمات اليدين بشكل كافي. اكثر من ذلك، المديريه الاقليميه اعتمدت قاعه مغطاه للالعاب الرياضيه لاجراء الامتحانات، واللي غتمكن من استقبال عدد اكبر من المترشحين وفق شروط مثل التباعد. بان هذه العمليه وسط المبرر ديال التواجد ديالنا في هذا اللقاء هو لقاء تواصلي لطمأنه الراي العام اكثر من شيء اخر. فطبعا هذه الاجراءات اعطت النتائج ديالها في اطار كذلك الاستباقيه، لان التخوف ديالنا هو التخوف ديال الاقتدار بعض الممرات، ولكن مع هذا اولا
قليست عدد الممتحنين داخل قاعة الامتحان اللي ما صبحش كيتجاوز 10 تقسيم الأقطار ما بقيناش كان مركز ديال الامتحان في عدد كبير المترشحين كاين أغلبية عندنا 100-120 ديال المترشحين كاين تشوير وكاين كذلك أن التلاميذ توصلوا بالاستدعاءات ديال وحتى اللي ما توصلش وضعناهم في وسائل ديال التواصل باش كيوصلوا التلميذ راه في دارو وعارف القاعة وعارف المركز بالامتحان ديالو إذن حتى داك الاقتداد داك التشوير داك الطابلو أو ديك السبورة التوجيهية اللي كتعطي لنا فين كاين التلميذ وفين كيجي هو ديجا كيقلب مباشرة عارف أو يعلموا ويعرفوا جيدا القاعة الامتحان كيقولوا قاعة شنو قاعة 4 التشوير راه كيوضح قاعة 14 غادي يدوزوا من هنا قاعة 10 من هنا قاعة 1 من هنا إذن بالتالي فهاد كذلك الاستباقية ديال المديرية أنا وصلت وخاصة بالنسبة للمترشح الأحرار وبالنسبة للجانب آخر أساسي وضروري نؤكدوا بالنسبة للقاعة المغطى لأن القاعة المغطى تلاميذ رسميين ولكن هما ما جبناهمش من مراكز بعيدة مركز ديال الثانوية المنصور الدبي قريبة عليهم وما غادي يجيو تما وتوصلوا باستدعاءات يدويا بأن راه عندك وها الفضاء كيفاش وموفى إذن توفير الشروط الموضوعية والتنظيمية أعتقد بأننا رحنا في واحد الطريق الصائب وكاين توجيهات قوية من طرف السلطات كاين توجيهات وكذلك تعليمات من طرف الأكاديمية ومن طرف الوزراء لضمان النجاح ديال هذا الاستحقاق ولنجعل من هذا الاستحقاق عرسا ومحطة ديال الانشراح لأن التلاميذ والتلميذات ولا كذلك الأطقم اللي كتشرف على العمليات ديال التمرير الامتحانات ولا ديال التحقيق راه كانت في الكونفينمون إذن بالتالي فامكانوا الناس ما كيخرجوش غادي يخرجوا مباشرة الامتحانات فالإعداد النفسي أعتقد بأن خصو يجب أن ينال حظه أكثر لأن الوليدات يكونوا في واحد المحطة بهيجة عرس تربوي بامتياز إجراءات احترازات طبعا قائمة من طرف جميع السلطات الأمنية الدرك الملكي الوقاية المدنية الشرطة جميع القوات المساعدة السلطات الإقليمية تحت الرئاسة طبعا ديال السيد العامل كاين إشراف ديال السيد مدير الأكاديمية وتتبع يومي وآني وفوري الجامعة المحطة أين وصلت فين وصلت ديسبوزيتيف فين وصلت كاين زيارة ميدانية ديال المدير الإقليمي وديال اللجان اللي لم تكف إلى حدود البارحة وحتى هذا اليوم عن زيارة المراكز من أجل الوقوف ميدانيا على نسبة ديال التقدم وعلى نسبة الالتزام والامتثال لهذه الإجراءات الوقائية والصحية والتدبيرية علما بأن الجانب الوقائي والتدبير الصحي لا طبعا يلغي بل نحن دائما في استمرارية ديال تحسين الامتحانات وزيادة تحسين مواضيع الامتحانات ديالنا وإجراء الامتحانات وفق الشروط التربوية المنصوص عليها من أجل ضمان واستمرار مصداقية طبعا امتحانات البكالوريا وهذا تحدي كرفعوا جميع كذلك انا للثقه كامله في التعاون ديال جميع المتدخلين كل شيء المتدخلين في اللقاءات ديالنا كيبينوا الاستعداد ديالهم اطر تربويه اطر اداريه اباء جمعيات الاباء كذلك من هذا المنبر ادعو المنابر كذلك الاعلاميه اللي حاضره معنا واللي معروفه كما قلت بالتتبع ديالها والغيره ديالها والمصداقيه ديالها كذلك تساعدنا على انجاح وانضاج هذه التجربة اللي غادي يكون واحد التحدي ترفعه الأمة المغربية قاطبة وأتمنى صادقا فقط النجاح والتوفيق لجميع المترشحات والمترشحين ولبلدنا الأمين السلامة طبعا تحت قيادة راشدة لصاحب الجلالة نصر الله وإياده وشكرا جزيلا.